تمام. هاني انت سافرت لعبت في او يعني اتصبت طبعا، يعني انا اسف ان انا بقول انت اتصبت، ولكن انت اتصبت قبل ما تسافر تقريبا. لا لا سافرت، سافرت بس اتصبت هناك في 2008. في 2008 في 2008 لعبت الماتش الاولاني تيالي ولا لا؟ الماتش الاولاني ولا صح. ذكرياتك ايه واهم ذكرياتك في الوقت ده؟ طبعا انا عايز بس اقول طبعا مبروك للنادي الاهلي ووجوده في بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم للانديه. طبعا النادي الاهلي معودنا دايما، النادي الاهلي دايما بيبقى سباق في الوجود في التواجد في الحاجات المهمه، ودي طبعا ما فيش اهم من بطوله كاس عالم للانديه ان انت تبقى موجود فيها. تقريبا ده شرف لكل اي حد ينتمي للنادي الاهلي، واي شرف بشكل عام لجمهور مصر ان يكون النادي الاهلي هو سفير الكره المصريه والكره العربيه وتواجده في بطوله كبيره زي دي. طبعا يعني انا طبعا يعني سعيد ان انا موجود النهارده في الاستوديو التحليلي، وكنت انا موجود قبل كده في 2008 مع النادي الاهلي، بس طبعا يعني البطوله ما كانتش موفقه بالنسبه لنا، لما خسرنا من باتشوكا 4، وكان يعني النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كانت منتظره مننا ان احنا نأدي بشكل كويس في المباراه دي، لكن يعني حصلنا سوء توفيق في المباراه دي وخرجنا. بس انا لما شفت الفيديو بتاع جمهور النادي الاهلي كابتن اسلام افتكرت لما رجعنا من 2008 برضو كان نفس الشكل ده، كان نفس الشكل ده، وكانت برضو جمهور النادي الاهلي لما رجعنا واحنا خسرانين 4. ده مهم جدا، يعني الفيديو ده موجود على اليوتيوب تقريبا لو سمير يقدر يجيبه لنا. كنا برضو كابتن الخطيب كان موجود معانا، كان نائب رئيس، والكابتن حسن حمدي كان رئيس ايامها. نفس الوقفه انا افتكرت، يعني انا لما شفت الفيديو ده افتكرت ان احنا لما رجعنا كابتن عادل ازاي الجمهور استقبلنا واحنا خسرانين، ونفس التشجيع ونفس الروح اللي كانت موجوده. يعني بصراحه جماهير النادي الاهلي دايما بتقف معاك في الكويس وفي الوحش، فهي دي روح الجماهير الفريق اللي دايما بيكسب، واللي دايما لما بيلاقي جمهوره في ظهره. فانا شايف ان اللقطه دي يعني لقطه جميله، واتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يؤدي بشكل كويس في المباراتين او المباراه الدحيل ان شاء الله، وباذن الله يكسب ويلعب البايرن ان شاء الله، وتبقى مباراه تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي. والنادي الاهلي دايما معودنا ان هو دايما بيلعب ماتشات مع فرق كبيره، لعبنا برشلونه، لعبنا البايرن قبل كده، لعبنا ريال مدريد وكسبناه. فالنادي الاهلي انا شايف ان هو يعني جدير ان هو يبقى موجود في وسط العمالقه دي وبطوله كبيره زي كاس العالم للانديه.